في مبادرة من شأنها دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، نظمت المرشحة في تحالف عزم نجاة الطائي دورة لتعليم الشباب مهنة الحلاقة في محافظة ديالى. الطائي أكدت أن الغاية من هذه الدورة التي ستستمر شهرا هي لتعليم الشباب العاطل عن العمل مهنة قد تساعدهم في البحث عن فرصة عمل لتحسين وضعهم المادي، فيما أشارت إلى أن المشروع العربي سيمنحهم معدات الحلاقة كاملة عند انتهاء الدورة ليبدأوا فيها مشروعهم الخاص في فتح محل الحلاقة، في وقت شددت فيه على استمرار المبادرات الداعمة لفئة الشباب العاطلين والعائلات الفقيرة والمتعففة في محافظة ديالى. على بركة الله اليوم تم افتتاح دورة الحلاقة للشباب، وإن شاء الله مستمرين وياهم لمدة شهر، وبعد اختتام الدورة سوف نقوم بتقديم هدايا لهم وهي عبارة عن تجهيزات كاملة للحلاقة، وهذه مبادرة من عندنا حتى يبدون حياتهم الجديدة وبمهنة ممكن يساعدهم في عبور هذه المحنة اللي ممكن أن تحل لهم الكثير من المشاكل. إن شاء الله العدد كبير، فسوف نقوم بتوزيعهم على شكل وجبات حتى يستوعب العدد أكثر، وإن شاء الله مستمرين في افتتاح دورات أخرى مثل الحلاقة والخياطة ودروس التقوية للطلبة في المراحل المنتهية، وإن شاء الله مشروعنا مشروع وطن، مشروع شباب. اليوم احنا عازمين على دعم الشباب بكافة المجالات اللي هي مجال الدراسة والدورات اللي ممكن توفر لهم فرصة عمل بالمستقبل.